هذه إحدى المنازل التي قصفت. السلام عليكم. عليكم السلام. مدينة بنش 2012-13-10. انظر هذه القذيفة، هذه القذيفة نزلت هنا، وهذا الشخص كان نائم هنا على هذه الفرشة. كيف كنت نائم؟ كنت نائم هنا بين ارتفعت الفرشة أيدي وهذا الأوت القذيفة والحجارون. من الصوت؟ أيوة. الحمد لله رب العالمين، ما انجرحت ولا الحمد لله رب العالمين. أنا ألاحظ هنا الركام من الأعلى، انظر هنا الركام، والحمد لله رب العالمين لم يحدث له شيئا، الحمد لله على السلامة.